إيه لا بقى؟ كلام مهم الحقيقة، بس لما نقول يا ريت المقطع ده حتى لو ينقلوه الزملاء لكاب سيد أو حد يوريه اللعيبة، مش علشان اللعيبة مش مقدرة، لا ده نوع من يعني من رئة إضافية، تحفيز إن صح التعبير، يعني مش فكرة إنه اللعيبة بقى مش حاسة، عشان ما نروحش المنطق ده. الحقيقة برضو مش معقول إن نقول ده على فرقة بتحاول رغم كل ما يحدث، واللي إن شاء الله لازم أكيد بيتعالج، وزي ما أستاذ محمود قال هيبقى ليه وقفة لإعادة المراجعة بالنسبة للقيد ونجوم جدد وصفقات وكذا. لكن الحقيقة هو دي أنا بعتبرها ممكن تسمى رئة جديدة فيما لو راح المقطع ده للناس. الراجل جايب محاضرة وبيذاكرها قبل ما يخش المدرج، عنده امتحان واضح انه بكره صح. مش بعد اسبوع يعني، ولا اعتقد انه بيمثل، لا ده شاب حتى كلامه واضح، وواضح كمان انه يعني كاميرات القناه التقطته مش وبالتالي شفنا ده وشفنا الولد الصبي الجميل ده. لا المستقبل يا جماعه في مصر حاجه تشرف وحاجه جميله، والناس متعلقه بالنادي الاهلي، والراجل اللي بيشوف مستقبله مع بعضها بيقول لك نفسنا في التاسعة يا أهلي، البطولة دي وحشتنا يا أهلي. هي أصلها بتبقى أجيال صحيح. يعني في جيل شاف الأميرة المتواجة مع النادي الأهلي، وجيل ما شافهاش، فهو بيبقى نفسه هو كمان يحضر الاحتفالية. عشان كده كلام يليق فنيا اللي قاله الأستاذ محمود، إن المباراة النهاردة اعتبريها مباراة فارقة، اعتبريها مثلا سيمي فاينل. السيمي فاينل بيوديك النهائي، ده مقياس دخولك بقى للأجواء الأفريقية. هتظبط بقى الحكاية في يناير، هيبقى فيه انتعاشة أخرى، هيبقى فيه اجتهاد أكتر، هتكتمل يعني العقد بتاع اللاعبين، وهيأتي جهاز فني كامل. على فكرة صاحب النادي ده جايب أحدث معدات بحسب ما علمت يعني من صديق في السفارة المصرية هناك أو البعثة الدبلوماسية، أحدث الأجهزة، وبيمرنوا مع أستاذ محمود في الحتت اللي هي فوق سطح البحر ب 23 ألف قدم نفس. بطاقم بدنيا شرس، هيبقوا شرسين كده، بطاقم اللي هو بيسموه بتاع الإعداد البدني فيهم أجانب ما بيروحوش مع التيم وهو مسافر، زي ما أستاذ محمود قال هم مش جايين عبط الساعة 3:30، لأنهم بيستنوا يكملوا مع اللي بره القايمة. تخيلي قد إيه الناس منظمة، تخيلي قد إيه الناس راحة في طريق الاحتراف اللي هو ياخد 9.5 على الاقل، وده اللي لازم الاعلام ينقله لفريق الكره وللجهاز الفني لكل فريق، مش بس النهارده مثلا عشان النادي الاهلي، اللي هي ازاي انور لك المساحه وانت رايح، والباقي بقى عندك انت بقى صاحبي العب ورينا، حتى في ظل المعطيات دي انه ثلاثه بس مرخص لهم بالدفاع، اضاف لهم واحد خط النص رجع له حسام عاشور، لكن يا ترى هو في حاله تسمح له بالبدايه ولا لا؟ هذا المقاتل العنيد يعني، واخشى انه يدفع بيه بدري. احنا مش يعني مش محتاجين نسمع عن لاعب زي حسام، او الاهلاويه مش محتاجين يسمعوا عن لاعب زي حسام الاستعجال يمنعه ربما من مباراه قادمه او مباريات اخرى يعني. أكيد. وبالتالي اكيد محمد يوسف اكيد مجهز نفسه وحاطط في ذهنه سيناريو هيشتغل عليه، لكن هيسبق وينتهي السيناريو ده ان اللعيبه فعلا تخرج بقى حيث تؤدي هي في خلال الاطار ده بمنتهى القوه والرجوله بصراحه بقى، حتى كما لم يراهم يعني جماهيرهم من قبل. تخيلي بقى النهارده الحقيقه مباراه لها اهميه خاصه جدا. اكيد زي ما بنقول الجواب بيبان من عنوانه، النهارده لو العنوان اتكتب انه الفوز يمكن يكون الجواب ان شاء الله جاي لنا بالاميره الافريقيه التاسعه. ما هو ما انا بقول لحضرتك الجواب هيبان من عنوانه، لانه انا اعتبر ده سيمي فاينل الدخول في البطوله صحيح. مش سيمي فاينل اللعب المباراه أكيد. النهائيه وراجعيها حضرتك واحده بواحده هتلاقي دايما في مباريات كده لما بيعبرها فريق بيبدا يفتح الطريق قدامه. صحيح. استاذ محمود لما سالناه ازاي النهارده كابتن محمد يوسف هيتعامل مع اللقاء مع الغيابات ومع الاصابات اللي موجوده، رد علينا وقال لنا الله يكون في عونه. يعني الله يكون في عونه حقيقي. لو رحنا بقى على الجانب الاخر جيما الاثيوبي، ازاي هيكون احساسه النهارده هو جاي يقابل بطل القرن الافريقي وهو طبعا فريق ملوش اي رصيد من البطولات؟ لا هو استاذ محمود بقى عنده تفاصيل وشايف الفرقه دي بشكل تاني، بيتهيألي انت شايف ان هم جايين ها يعني ناويين يقدموا نفسهم في ظل تواجد لا خلاص عادي. زي ما احنا هل تتوقع هيكون في رهبه كبيره وهم بيقابلوا النادي الاهلي؟ حضرتك هم يعني على ما يبدو لما نقرا المشهد كده وعدم جايتهم قبل المباراه بيومين مثلا، لا ده هو مجهز نفسه نفسيا، وخاصه انه كمان هو عنده هداف الفريق اسمه اوكيكي فولادي،
ده 23 هدف منهم اربع اهداف في المباراه الختاميه للدوري. ده لعب في المغرب باين فتره يا محمود يعني اعتقد راح المغرب ورجع احترف بقى انا ما عنديش معلومه راح المغرب لا لكن الفرقه يعني مش عاوزين نضخمها قوي لا بس عاوزين نقول بدايه الفوز في المباراه دي احترام المنافس صح لازم تديله وضعك وتشوف ظروفك انت عايز ايه من المباراه المهم جدا بالنسبه لك ما تخش فيك هدف دي النقطه اللي انت هتبني عليها اساسك في الملعب الاهلي عنده ظروف عنده لكن عنده 16 مقاتل انا شايفه صحيح المباراه احنا بنقول صعبه ليه لانه ما عادش في كره القدم دلوقتي يا جماعه خلاص انتهت النظريه خلاص كله بقى شبه بعضه ما عندكش اللعيبه حتى بديك في الدوري المصري ما انا بكلمك ما فيش خلاص انت يعني لما تيجي تقول مين يديني الفارق هيديك الفارق وليد سليمان وليد سليمان ليه لانه يمتلك المهاره عارف قدرات نفسه وبيعتمد عليها ازاي وممكن يخلص صحيح خلاص لكن انت لما تيجي تبص على الباقي هتلاقي الكل ايه متساوي انت تخاف من ايه عوده حسام عاشور بعد الاصابه دي تقلقك يعني خاصه انه ما لعبش ونقول ان احنا برضو وجوده في الملعب بيديك شويه لكن انت بص على خط الدفاع انت كده ميزه الاهلي دايما على المدار ايه انه بيبقى عنده طرفين قويه جدا وفندرين في نص الملعب هما دول اللي بيبني عليهم الشغل صحيح انت بتمر بمرحله صعبه جدا مرحله يعني عاوزه ايه عاوزه روح قتاليه في قبل فنيا روح اللعيبه عايزين ايه من المباراه فانت هتواجه منافس غامض بالنسبه لك انت ما تعرفوش يعني انت جاي ممكن يفاجئك بحاجات هيفاجئك باداء وكميه جري في الملعب النهارده فرقه الاهلي ولاعيبه الاهلي هيجروا كتير جدا على فكره يا استاذ صالح طبعا جدا ومستوى فوق سطح البحر خلي بالك لازم تبقى انت عامل حساب مباراه العوده عشان كده بقول لك ايه خطوه التاهل ما خلصتش هنا هتعمل مباراه صعبه جدا هناك صحيح ممكن يكون وقتها سهلها على نفسك من هنا يعني ايه فسهلها وموت نفسك على الاقل 2-0 ممكن تريحك مع فرقه زي دي لكن لما تزود اكتر يكون افضل ليه كمان انا دلوقتي كمان داخل في افريقيا واللي عمله فينا الاتحاد الافريقي في النهائي مع الترجي ده محتاج مننا موقف من اداره النادي المفروض مجلس اداره النادي الاهلي يجيب ملف ما فعله احمد ومسؤولينه والاخ مش عارف مين بتاع تونس في الاهلي والترتيب وبعد الماتش في تونس اتضربنا واتعمل فينا واتحاد الافريقي لا سمعنا لجنه انضباط انعقدت ولا خدت قرارات ولا حد عمل اي حاجه ولا بس وكانه تحول الاهلي اللي هو الزعيم الافريقي الى الحيط المايله في افريقيا بيتعمل اللي هو عايزه وانت قاعد بتتفرج ساكت انا حاله السكوت دي مضايقاني جدا على فكره مجلس اداره الاهلي وكان المفروض يكون في يعني في حركات سريعه جدا للرد وتوضيح لماذا الصمت وازاي اتخذ عقاب لاعب اصلا المباراه مش موجود فيها يعني عاوز اقول لك ايه حاجات كتير هنقعد نحكي فيها تاخدها كانه بالتليفون لا بالتليفون لا قاعده في كافيه ده قاعده في كافيه وتاخد القرار يا فلان جاي طب الكلام عن مباراه انا بكلمك دلوقتي. انا بكلمك عن المباراه دي فانا بقول لك ده جوه عصب الموضوع انا بضربك ايه ده عشان ما اقلقش من قدام صحيح ما اضمنش التحكيم دلوقتي خلاص بقى ايه حقيقي بقى حقيقي لا انا كلام على مباراه رادس فكرني باللي حصل لينا في رادس فحسيت ان هم اذكياء جدا ان هم وصلوا مصر متاخر جدا ليه احنا ما عملناش كده برده واحنا رايحين رادس لا هو طبعا احنا ما هو انت رحتي رادس في ظل ان ده بلد عربي شقيق وانه النهائي يحتاج برضه ان الفرقه تحط الرحال يومين ثلاثه في ملعب وتاخد الاجواء وتاخد اللي كانت متوقعاه اللي هو زئير الجماهير وكذا لكن هي الحكايه فعلا هذا الملف يجب اولا فتحه لكن يبدا فتحه من مباراه تخرس كل مسؤول لعب ضد الاهلي الامانه يعني لانه احنا عندنا تفاصيل كتير حتى في التشكيل عشان كده الكلمه اللي قالها الاستاذ محمود مهمه جدا ان يقاتل كل لاعب انا عارف انك مش في مركزك بس هذا يومك يا دمشقي مفيش حل تاني يعني انت النهارده ناصر ماهر اعتقد الظروف دفعت بيه انه لما كان بيلعب على الجنب رجع تاني اللي هو المدافع رقم 8 ده اللي من نص الملعب رايح جاي لل 18 فممكن يحسن الاداء عمرو السوليه لما بيترفع عنه الضغوط بس بيبقى محتاج حد زي حسام عاشور جنبه عشان يخليه يقدر يبقى عنده انطلاقات كل دي هيعوضها انه اللي ياخد رقم الثاني يعني يقتبس الاداء ويتم تشكيل نفسه هو بقى
مع المهمه اللي خدها، محمد هاني ظهير ثالث او مساك، خلاص يقنع نفسه ليل نهار لغايه ما الماتش يخلص انه مساك. ده صحيح. بيلعب ديفندر ديفندر، كريم ندفت جه باك رايت يذاكر الباك رايت ويخرج افضل، مش ملاذي، هو افضل نموذج هو كلاعب كره. والحقيقه ده حق الناس على اللعيبه، لانه اذا لم يكن هو مدافع ايمن فاكيد اتفرج على مدافعين ايمن، لا اكن حد بيقول له مثلها لنا يا عم يعني. ايوه ما عادش يا استاذ اصحاب دلوقتي في لعيبه مش كده، مش حاجه اسمها مكان واحد. المدرب دايما بيفضل لعيب بيبدي دورين عنده وثلاثة، دورين وثلاثه لانه ممكن يتعرض لموقف طبعا، لانه بيبقى عنده كمان اصلا في صنعته وفي ترخيصه عنده مهمتين، واحده دفاعيه وواحده هجوميه، زي السواق زي ما بيمشي بعربه قدام يعرف يرجع ورا. وبالتالي كل اللعيبه دي النهارده لازم السيناريو يبقى واصل لها. الوصول في اللحظات الحاسمه ده ليه مسمى عندنا اسمه ان ده فريق مركز قوي قوي. سيبك بقى قوي ولا مش قوي، استاذ محمود خلصها وقال لم يعد في الكره الافريقيه بعد الاستثمارات بعد الاحتراف قوي على فكره وضعيف. قوي وضعيف، لكن في كبار والكبار منهم وعلى رأسهم النادي الأهلي، وبالتالي هو اللي هيقدر يفرض كلمته. لأن ما ينفعش تروحي في ماتش زي ده 0-0، صحيح النتائج دي متداولة، لكن في الأيام الطبيعية في الأيام اللي التيم كامل كل واحد في مكانه وتغييراتك أو بنك الاحتياط بتاعك، لأن ما ينفعش نقول بدلاء مع الأندية الكبيرة، بنقول بنك احتياط جاهزين هم كمان، وبالتالي عندك تبديل وتوافيق مش لسد الخانة، لا عشان لما تريح محمود تلعب عصام، لما تنزلي فرود يبقى في فرودين بره عاوز بس يديله الفرصة. إنما النهاردة المسجل في القايمة مروان محسن صحيح وفقط، وبالتالي لا الموضوع محتاج النهاردة ثقة اللاعبين في أنفسهم، مش بس ثقة جمهورهم وجمهورهم أهو في ظل امتحانات طلبة وغيره وأجواء وبرد راح لهم، إذا أعطاهم الثقة فاضل بقى هم ثقتهم في خطتهم مع محمد يوسف وفي أداء يعيشوا في أجواء وكأن كل واحد حاطط في ودنه يعني سدادات لا يسمع إلا صوت المباراة. هذا الفريق هيقدم يعني أداء بدني قوي جدا، واعتقد في اربع محترفين، خلي بالك في اربع محترفين، واحد حارس مرمى من غانا، من غانا واحد نيجيري، وفي اثنين من مالي، وفي صانع الالعاب الفريق من ليبيريا، وفي كلام على انه فولابي ده اللي هو المؤيد بيقول لك انتقل للاسماعيلي كمان، يعني في لعيب كان انتقل للاسماعيلي وبس الاسماعيلي رجع باعه تاني، اللي هو فولابي ده ممكن يكون هو، اعتقد ان هو الاسماعيلي برضه خد لعيب من الفرقه دي. زي ما المباراه صعبه لا هي صعوبتها في الظروف اللي موجود فيها فرقه النادي الاهلي، مش يعني فده بيخلي عليك ضغوط انك انت لازم طبعا محمد يوسف، عشان بس الناس اللي يعني كل واحد يحط نفسه مكان محمد يوسف، يعني عشان لما نيجي نتكلم المدير الفني او اي مسؤول لما تيجي تتكلم عليه قول له حط نفسك الاول، شوف ايه القرار اللي هتاخده وهتعمل ايه صحيح. وتختار تشكيلتك ازاي وهتفكر ازاي، ولو تعرضت لظرف في المباراه هيبقى تفكيرك ازاي وايه البدائل اللي هتلجا لها. صحيح. انت هنا عندك كل البدائل، عندك 11 لعيب وخمسه منهم حارس مرمى، يبقى في كام؟ اربعه. خلاص فانا عاوز اقول انه المباراه صعبه، بس على فرقه بالاهلي وامتلاك واللعيبه دي لعيبه اساسيه فلازم يتقال لهم، واكيد محمد يوسف قال لهم كده وسيد عبد الحفيظ، انه مباراه مهمه جدا لا تنتظر، لن ننتظر الذهاب لعسيبه. اكيد طبعا الذهاب لعسيبه الاسبوع الجاي، فلازم انت تحسبها، لازم تحسب من هنا، فانت تحسب من هنا، وعندك ضغوط كمان الدوري خلاص، انت الدوري كل ثلاث يوم الاثنين كمان في مباراه، يوم الاثنين عندك مباراه يعني مش هتبقى سهل، خلاص ما عادش مباراه مع النجوم، خلاص النجوم فرقه بقت بتشبط في اي حد، لانها برضه يعني فرقه مبنيه على ده بيمثل عليك ايه؟ ضغوط، وانت بتعد الايام عشان يجي يناير. صحيح. يعني شجاعه اللعيبه انك انت ايه؟ تنجز يا محمود، يعني اللعيبه محتاجه شجاعه اكثر من اي وقت ماتش زي ده، يعني متهيألي